فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام المباركة الطيبة نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومع السؤال 13 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابية جليلة عرفت بالفصاحة والبلاغة، لها موقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التقى بها بعد خروجه من المسجد فسلم عليها فردت عليه السلام، فقالت: هيهات يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عمير في سوق عقاظ، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عقاظ، طرع الضأن بعصاك فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي عليه الفوت. فقال لها من كان يمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين، لقد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنها عنه: دعها، أما تعرفها؟ دعها، أما تعرفها؟ هذه من ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل. فعمر والله أحق أن يسمع لها، فعمر والله أحق أن يسمع لها. فمن هي؟ رضي الله عنها ورحمها الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.